منتابع حلقتنا من إيطاليا هالمرة تحديداً من معرض عم بيقدر أنه يستقطب من سنة 1976 أبرز الفنانين العالميين. معرض عم يحتفل على طريقته بميلاد يسوع المسيح. تقرير. I love those J-I-N-G-L-E bells. معرض المئة مهد هو العنوان، يقام بإيطاليا وبدأ بالعام 1976 ومازال لحد اليوم بيشد فنانين من إيطاليا وخارج إيطاليا طبعاً. أكيد في أكثر من 100 مهد بالمعرض، الاسم فقط دليل لغزارة المعروضات. هالمجسمات غريبة شوي، الشخصيات طبعاً ما رح تتغير، لكن ديكور الحظيرة غريب عجيب. ديكور مصنوع من معكرونة، آخر من جيتار كهربائي، يعني هالمعرض عم يحتفل بمولد السيد المسيح على طريقته. ولعند زميلنا سلمان سريد زين بننتقل هلا على استوديو كلام بيروت لنطلع معه على تفاصيل حلقه اليوم طبعا والمواضيع اللي رح بيناقشها مع ضيفه. صباح الخير سلمان. صباح الخير. صباح الخير جوال وبيارات، ولا ضيفنا استاذ خليل شقير الباحث والصحافي والكاتب ضيفنا اليوم في هذه الحلقه. صباح الخير. صباح النور. تفضل سلمان. اليوم اذا فينا نقول الى جانب يعني قضيه العسكريين المخطوفين يلي من مجددا الى الواجهه بعد كل هذه التطورات والقول انه المفاوضات عادت الى نقطه الصفر، ما يجري في السعوديه حول موضوع الاستحقاق الرئاسي، حول موضوع الوضع الداخلي من خلال لقاء دكتور جعجع والرئيس سعد الحريري، موضوع انتخابات الرئاسي، اين موضوع الدور المسيحي في هذا الاطار، موضوع المخطوفين وحزب الله وسوريا والموقف من هذه القضية، وبالختام نظرة على الاقتصاد مع آخر السنة يعني قربنا اللي كانت مليئة بالكثير من المشاكل والعقبات إذا صح التعبير. شكرا لك سلمان. طبعا هالتفاصيل كلها منتابعها من خلال كلام بيروت لليوم من بعد ما نختم أخبار الصباح. نتمنى لك حلقة موفقة. نحن بختام رح نختم مع تقرير رياضي مثل العادة، نعطيكم بكرة موعد بحلقة جديدة، كونوا معنا. باي. أعلن تيري أونري اعتزاله لكرة القدم امبارح الثلاثة، منهيا بذلك مسيرة 20 سنة من الإنجازات التاريخية، كان أهم خلال محطة أرسنال الإنجليزي والمنتخب الفرنسي. أونري بالغ من العمر 37 سنة شارك في كأس العالم 1998 وكأس أوروبا 2000 واللي توج فيهم المنتخب الفرنسي. أونري يحمل الرقم القياسي في عدد الأهداف المسجلة مع المنتخب الفرنسي وهي 51 هدف في 123 مباراة دولية. وعلى صعيد الأندية بدأ أونري مسيرته مع موناكو ثم جوفنتوس وأرسنال وبرشلونة وأخيرا نيويورك ريد بول الأمريكي، وهو لمع مع أرسنال مسجلا 175 هدف وأيضا الهدف التاريخي لهالفريق. بعد الانتصار ليلة الاثنين على فريق حرس الحدود بثلاث أهداف نظيفة في لقاء ضمن الدوري المصري لكرة القدم، احتل الأهلي حاليا مركز خامس في قائمة الدوري متخلفا بتسع نقاط عن أنبي المتصدر لكن لديه ثلاث مباريات مؤجلة. تقدم الفريق بالدقيقة 22 من مباراة التنين بهدف من أحمد عبد الظاهر، وضاعف وليد سليمان تفوق الفريق بالدقيقة 82 وأحرز محمد حسن تريزيجي الهدف الثالث في الدقيقة الثانية للوقت المستقطع. الاضطرابات السياسية اللي عم تشهدها تركيا السنة الماضية عادت إلى الواجهة امبارح الثلاثة ببدء محاكمة عشرات مشجعي كرة القدم بتهمة التحريض على انقلاب سياسي. المحاكمة يراها البعض بأن محاولة من الرئيس الطيب أردوغان لفرض سيطرته وإطفاء نار الفوضى. 35 مشجع من بينهم أعضاء في ألتراس نادي بشكتاش المعروفين بتسمية كارسي يواجهوا عقوبة السجن لمدى الحياة في حال ثبوت التهمة في حقهم، والتهمة هي الانقلاب على الحكم باستعمال العنف. وتضامنا مع هؤلاء أظهر مئات المشجعين مساندتهم لرفاقائهم من خلال وقوفهم خارج مبنى المحكمة في اسطنبول. وبقول أوزغور ألتونوبليك هناك مسار بدأ بمحاكمة جيزي والجميع يعرف هذا، هؤلاء الذين يعتقدون بأنهم يحكمون البلاد يريدون الانتقام من الذين شاركوا في احتجاجات حديقة جيزي، ونحن هنا للتعبير عن مساندتنا للنادي الكروي الذي نشجع ولحديقة جيزي. قاد الفائز أربع مرات بلقب أقيم لاعب في دوري الرابطة الوطني لكرة السلة ليبرون جيمس فريق كليفلاند كافاليرز أما استضاف فريق شارلوت هورنتس على ملعب كوكلين لونز أرينا في كليفلاند بولايت أوهايو. بدأ كليفلاند المباراة بقوة وبعد ثلاثية تلو الأخرى من كيري إيرفينغ وكيفن لوف تقدم الفريق في منتصف الشوط الأول ب 19 نقطة دون مقابل.
وراح كليفلاند ليتقدم ب 21 نقطة دون مقابل، وذلك على حد وكالة الياس الرياضية. أكبر فارق في بداية المباراة منذ أن تقدم بورتلاند تريل بليزرز ب 22 نقطة دون مقابل في بداية مباراته ضد بوسطن عام 2004. كليفلاند راح ليتقدم بنهاية الشوط الأول ب 34 نقطة مقابل 17. سجل لانس ستيفنسون في الشوط الثالث ليقلص تفوق كليفلاند إلى نقطتين، إلا أنه ليبرون جيمس راح مرة أخرى ليرفع تفوق كليفلاند إلى 9 نقاط، وأحرز جيمس 27 نقطة في الليلة. وتقدم فريقه بنهاية الشوط الثالث ب 80 نقطة مقابل 68. اللاعب تيمي ووكر كان عمادة هجوم تشارلوت اللي أحرز 24 نقطة للفريق، إلا أنه جهوده لم تعن الفريق، فقد انتفع كليفلاند كافاليرز من 22 نقطة من كيري إيرفينغ ليفوز بالمباراة ب 97 نقطة مقابل 88.